بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التطورات الخطيرة المستمرة في غزة والوضع الإنساني الكارثي بالقطاع خلال لقائهما في قصر الإليزي. وقد جدد الزعيمان دعوة المجتمع الدولي لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وإيصالها بكل الطرق الممكنة، مؤكدين التزامهما بالاستمرار بالعمل على إيصال هذه المساعدات للقطاع.